مع بداية تراجع أعداد حالات الوفاة بفيروس كورونا، أعلنت الحكومة الجزائرية توسيع الأنشطة التجارية المستثناة من الحظر لتشمل محل الحلاقة ومتاجر الحلويات التقليدية وكذا الملابس والأحذية والأجهزة المنزلية الكهربائية ومحلات المجوهرات ومستحضرات التجميل بالإضافة لمواد البناء. هذه الخطوة قوبلت بترحيب جمعية التجار والحرفيين. الهدف الأول هو الاستجابة للطلب نتاع الكثير من المواطنين، خاصة بعض الخدمات ولا بعض النشاطات الحرفية والتجارية الخاصة بشهر رمضان اللي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان. الهدف الثاني هو التخفيف عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بأصحاب نشاطات التجارة والحرف والخدمات طيلة الأسابيع الماضية. كان بعض التجار صغار التجار، بعض الحرفيين صغار الحرفيين، أصحاب الخدمات الصغيرة، بل حتى بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة كورشات الأحذية كورشات الملابس تضرروا كثيرا هم وأيضا العمال اللي يعملوا عندهم. بعد أسابيع من الغلق عاد جمال ليفتح محله الخاص ببيع الهواتف، لكنه يرى أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تبقى ناقصة باستثنائها محلات البيع بالجملة. قرار الوزير الأول أكد أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى حين إعلان السلطات إرشادات الأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل، فيما يبقى النقل بين الولايات متوقفا إلى حين. توسيع النشاطات التجارية المستثناة من الحظر المفروض منذ أسابيع للحد من تفشي وباء كورونا يقابله خوف وتوجس من موجة ثانية للفيروس في حال عدم احترام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.